يعني شقيق ملاعب بالنسبه لك كابتن اشرف، كابتن احمد كشري. كابتن احمد مساء الخير واهلا بيك، كل سنه وانت طيب. حبيبي ابو حميد كل اهلا سنه بيك، طيب. وطبعا من المدربين المتالقين حبيبي دلوقتي على الكابتن اشرف ممدوح الهداف الكبير. حبيبي يا شيف منور. حبيبي حبيبي يا كشري، انا كان لسه معايا من يومين، يعني كنا فطار بنتسحر ولا سوا، بنتسحر سوا يعني كشري. بص بعيدا عن الملعب بقى، يعني انا مش هتكلم عنه في الملعب لان كشري يعني واحد من نجوم طبعا مصر طبعا ونجوم النادي الاهلي وهداف كبير جدا جدا، ولكن على المستوى الشخصي كشري واحد من الناس المحترمه جدا جدا اللي تخرج بيهم من مجال الكوره. وانا بعتز جدا جدا بصداقته الحقيقه، والناس المظلومه جدا في عالم التدريب اللي اتمنى انه ياخد فرصه. انا لسه بقول والله طبعا لسه اتمنى انه ياخد فرصه طبعا محترمه، لانه دايما بيتظلم مع فرق للاسف شويه، يعني مع احترامنا ليهم بعيده شويه عن المنافسه او بعيده شويه، دايما بتصارع على بس على فكره يعني دايما ظروفهم الماديه صعبه شويه. ما انا عارف، بس على فكره الفرق اللي يمكن تكون ظروفها صعبه هي الاختبار الحقيقي اللي تبين معدن المدرب وقدرته انه يصنع الفارق، وبيثبت دايما ان هو مدرب مميز جدا جدا. يعني هنسيب لك المايك بقى كابتن احمد بعد الكلمتين الحلوين اللي قالهم كابتن اشرف دلوقتي. تستحقهم طبعا. تستحقهم والله يا كابتن احمد. لا لا كابتن اشرف ممدوح طبعا لعيب كبير وكان هداف كبير، ويعني اخويا وصديقي، واحنا كنا بنلعب من يومين مش عايز اقول لك كانه لسه في الملعب قاعد يجيب جون كتير قوي بصراحه. كان حبيبي هو كابتن عبد الحليم علي، يعني مجموعه محترمه. دي ماتشات اللي قبل الفطار على طول يا كابتن احمد. بعد الفطار. فطبعا انا سعيد ان انا معاك والله، ومعاك يعني شخصيه جميله كابتن اشرف، وانت ابو حميد ربنا يكرمك. الله يخليك كابتن احمد، الله يخليك. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيب ورمضان كريم عليك يا رب. الكلام الجميل ده، وهو في مجالنا التدريبي كل تجربه يعني باخدها اكيد بكتسب منها خبرات وبتزيد لي حاجات كثيره، وان شاء الله باذن الله يعني الجاي يكون افضل. فرصه تيجي ان شاء الله يا كابتن، وان شاء الله الدنيا تظبط الفتره الجايه باذن الله في فرقه تقدر تثبت فيها امكانياتك. يعني بص يا كابتن احمد، انت ابن حلال مصفي، يعني كابتن اشرف كان لسه بيكلم في نقطه مهمه جدا، ويعني وبمناسبه حضرتك موجود معانا خليني اخد رايك في ده. هو كان بيكلم على دور اتحاد الكوره وعلى دور المدير الفني لاتحاد الكوره، انه يشتغل على الجيل الجديد من المدربين، يبقى في ورك شوبس، يبقى في معايشات بره مع انديه كبيره، يبقى في محاضرات هنا من مدربين واسماء كبار. وانت اعتقد واحد من الجيل الجديد الواعد اللي طالع بيقول ان مصر يعني عندها جيل جديد من المدربين ممكن ان احنا نراهن عليهم في السنين الجايه. اللي انت محتاجه من الناس اللي يعني اللي عندها المسؤوليه او من منظومه اتحاد الكره في دعم المدربين المصريين الشباب قبل ما اتكلم على ماتش الاهلي والرجاء يعني؟ والله هو طبعا يعني المفروض يعني احنا طبعا مصر دولة كبيرة جدا في كل حاجة في جميع المجالات، وخاصة في مجال كرة القدم. المفروض ان احنا اتحاد الكورة ان هو يطور من اداء المدربين، ان هو يبحث دايما عن المدربين اللي عندهم تطور، وعصره مدربين اجانب كتير. يمكن الجيل بتاعي اللي هو موجود دلوقتي في ناس كتير مدربين محترمة، ولازم يديهم الفرصة وما نقفلش على مجموعة مدربين معينين خدوا الفرص كتيرة واتاحت لهم الفرص، فيهم اللي انجز وفيهم اللي ما حققش نتائج. فبالتالي لا، انت عندك النهارده صف كبير من المدربين اللي نجحوا لما دخلوا الدوري الممتاز، الكره اتطورت وبقت افضل في الدوري الممتاز، او كملوا اللي كملوا طبعا المدربين الكبار اللي قبلنا. فبالتالي احنا محتاجين من اتحاد الكوره ان هو يدي فرص للمدربين دول، بجانب ان هو يسكنهم بالدورات المتطوره، مش الدورات الداخليه، الدورات المتطوره اللي هي خارج مصر. يعني مثلا هديك مثال، مثلا اتفضل، مثلا واخد الدوره الايه، واخدها بقالي دلوقتي اكتر من داخل في 9 سنين او 10 سنين. فبالتالي انت محتاج بعد كده البرو مثلا، عايز دوره تدريبيه بره. انا اخر مره اخدت دوره تدريبيه كانت في السويد من سنتين على حسابي الشخصي، ورحت وعيشت مع فرق في السويد. فمحتاجين دي بجانب الفرصه، ادي الفرصه للمدربين. مش بتكلم عن نفسي، بتكلم على الجيل بتاعي. ادي فرصه للمدربين، في ناس كتير ظهرت في الدوري بشكل متميز وعندهم، وفي ميزه بتبقى للمدرب اللي قريب من اللعيبه سنا حتى. بيبقى فاهم دماغ اللعيب، يبقى عارف يوصل للعيب، يبقى بيعرف يتعامل معاه اكتر. فطبعا العالم كله النهارده كل المدربين اللي ماسكين فرق على اعلى مستوى في العالم كلهم شباب صغيرين. صحيح. بايرن ميونخ ماسكه مدرب عنده 37 سنه. جوارديولا درب برشلونه وهو لسه مبطل كوره. طيب. النهارده تشابي في اسبانيا مع برشلونه.
باتريك فيرا ماسك فرقه مكسر الدنيا مع كريستال بالاس، روني عامل هو ولامبارد ماسكين اكبر فرق، تشافي كشري. احنا بنتكلم في الجيل الجديد، يعني زي ما بيقول احمد الجيل الجديد وصل 50 سنه، يعني تخيل انت احنا خلاص داخلين في 50 سنه، فتخيل لما يبقى الجيل ده شباب كويس اتاخر جدا جدا يعني. طبعا الجيل الوحيد اللي بيقول المكان الوحيد في مصر اللي بيقولوا عليه شباب في 50 سنه، فهو جيل او معنى صح مجال كره القدم. احنا لو احنا بنعتبرنا الشباب ده حلوه حلوه ملعوبه دي من كابتن اشرف ملعوبه، لسه ما خدناش فرصتنا، فتخيل بقى يعني فرصه قدامنا انت. طيب طبعا دي محتاجينها، وفي مجلس اداره دي محترم ان شاء الله باذن الله معاهم الامور تبقى افضل، ومصر ان شاء الله تروح لابعد ان شاء الله، بعد كده نمثل نوصل كاس عالم. لان دي انا شايف من وجهه نظري دي اقل حاجه، مصر كبيره جدا يعني، مصر رائده كره في افريقيا والوطن العربي، فبالتالي يعني ان شاء الله اللي جاي دي والله لو انت عايز الحق يا كابتن احمد، مصر مش توصل كاس العالم، مصر تلعب في كاس العالم انها تكسب وتفوز ماتشات، عشان ما يبقاش يعني كل رصيدنا ان احنا بنحتفل بهدف هنا ولا هدف هناك، ولا يبقى مجرد الهدف بالنسبه لنا بس ان احنا بس نتاهل ونشارك في البطوله. خلينا ننقل معاك لملف الاهلي والرجا المغربي، ازاي شايف المباراه وازاي شايف المواجهه اللي جايه، مواجهه العنيفه طبعا مع الرجاء في ملعبه وفي وسط جمهوره وحط تحت جمهوره. انا الحاجه الوحيده اللي بشوفها بتصب في كفه الرجاء هي جمهوره اللي هيكون حاضر في الملعب. ازاي شايف المواجهه وازاي شايف فرص الاهلي في تحقيق النجم ال11 كابتن كوشر؟ والله طبعا هي المباراه اكيد مباراه مش هتبقى سهله، لان احنا صعبنا الامور هنا في القاهره بالهدف اللي دخل فينا، وكنا نقدر نخرج بنتيجه كبيره، لكن في المباريات الكبيره دي بيبان معدى الحقيقي للاعب نفس النادي الاهلي، او اللاعب اللي هو بيبقى قد المسؤوليه، وانا عارف ان لعيبه الاهلي قد المسؤوليه وقادرين على ان هم يكسبوا الرجاء هناك، وخاصه ان فريق الرجاء من الفرق المتميزه، لكن انا وجهه نظري ان هو مش الرجاء بتاع زمان برضه، لان من اميز اللعيبه اللي عندهم مش موجودين، اللي هو سفيان كان موجود معاهم، سفيان رحيمي يعني. سفيان رحيمي لعيب جامد مش موجود معاهم، ده كان اكثر لاعب عنده مهاره وسرعه في الكوره، لكن هم كتيم جماعي كويس، لكن لو بصيت لافراد، لا افراد النادي الاهلي اقوى واحسن واسرع وافضل مهاريا، فبالتالي انا شايف ان النادي الاهلي ان شاء الله، انا مش قلقان على النادي الاهلي، انا بس ممكن اقلق من ان اللعيبه ما بتبقاش في حالتها الفنيه. الحاله الفنيه هي اللي ممكن يعني تقلق الواحد، لكن طبعا مباراه زي دي مسؤوليه على اللعيبه رقم واحد، ولعيبه الاهلي عارفه هي بتلعب مين، والنادي الاهلي البطولات اللي خدها كلها وقع في مواقف صعبه زي دي واصعب من دي، وقدر ان هو يتخطاها وياخد البطوله، والفريق اللي عايز ياخد بطوله اكيد هيواجه مباريات صعبه في الادوار النهائيه طبعا، والاهلي قد المسؤوليه، واحنا شفنا النادي الاهلي لما لعب مع الهلال السعودي اللي احنا بنقول اصعب فرقه في الوطن العربي، النادي الاهلي قدر ان هو يكسبه بنتيجه وسكور عالي وعمل اداء صحيح غير طبيعي، فاذا اللعيبه عندها وقادره وتقدر ان هي تاخد الامور بجديه، ولو لعبت بجديه زي مباراه الهلال اعتقد المباراه هتبقى سهله على النادي الاهلي، مش هتبقى صعبه، خاصه ان انت كسبان، انت مش خسران، انت رايح عندك فرصتين من ثلاثه، عندك فرصه انك تتعادل، عندك فرصه انك تكسب، فبالتالي انت عندك فرصتين، وعندك فرصه انك تخسر 3-2 يعني، لا قدر الله طبعا ما اتمناش خساره، بس اقصد اقول هناك الجمهور عليهم لعيبه الاهلي تقدر على كده، بس هي دي صح يعني روشته للعيبه المهاجمين، ان المباراه دي مباراه يعني فرص، استغلال الفرص القليله يعني، ما فيش مجال لتضييع كتير، او يعني ان انت تجيلك اكتر من فرصه وما تقدرش تستغلها، فانا شايف ان شاء الله باذن الله، وعارف متاكد ان النادي الاهلي كبير ولعبته لعيبه افضل لعيبه في الوطن العربي، افضل لعيبه في افريقيا، عنده من الخبرات من الخط المرمى الشناوي لحد المهاجمين كلهم لعيبه دوليه، فبالتالي ان شاء الله باذن الله الاهلي قادر على انه يفوز في المباراه. وبالنسبه للكلام على الجمهور، هم طبعا جمهورهم شرس، لكن انت عندك جمهور اشرف منهم، جمهور النادي الاهلي طبعا، فلعيبه الاهلي واخده على انها تلعب تحت ضغوطات مع جمهور كبير، لعيب النادي الاهلي والكابتن اشرف طبعا كان نجم كبير في النادي الاهلي، عارف لما كنا بنلعب مع اي فريق ملعب كابتن سليم حتى لو ضدنا، جمهورنا اقوى جمهور في الوطن العربي يا كشري، ودي حقيقه ما حدش يقدر ينكرها يعني بالظبط، ولما بنلعب مع فرق خارجيه والملعب والاستاد الملي، لعيب النادي الاهلي لما بينزل بعد اول ما بيبدا المباراه ولا يعني مين في المدرج
كام الف موجود، لان هو واخد على الضغوطات، واخد على الجماهير. صحيح. ان شاء الله اللعيبه هتتخطى، وباذن الله يعني التشكيل يبقى مناسب. واعتقد ان الراجل لازم يكون متوازن، يلعب بتوازن، لان زي ما بقول لك انا لسه اكلمك على ده كشري، انه يعني لو انت مكان مستر موسيماني هتضغط من فوق ولا هتلعب بخطه متوازنه شويه؟ بدايه المباراه تكون عامله ازاي؟ انت عندك خبرات كبيره جدا الحقيقه كلاعب وكمدرب. والله يا كابتن اشرف، انا من المدربين اللي دايما ببدا المباراه لازم ادي اللعيبه الثقه واديهم الحماس ان هو يبدا وهاجم، يبدا ضاغط على الاقل 10 دقائق لازم تخش في الجيم، لان في بدايه التحفظ والكلام ده اكيد هيبقى في تحفظ، لكن لازم تعدي اول 10 دقائق او ربع ساعه وانت تضغط على الخصم. لازم اضغط، لازم، لان انت كسبت الهلال السعودي ازاي يا اشرف؟ لما ضغطت عليه بالكوره. صحيح. ما خليتوش يبدا هجمه، فضغطت جبت جونين. انت لو ضغطت على فرقه الرجاء، هم عندهم مشكله كبيره، خط الظهر بتاعهم مع احترامي ليه يعني اقل خطوطه، فبالتالي انت لو كنت لسه بتكلم مع احمد فنيا ان خط الظهر عندهم الرقابه عندهم بعيده جدا والتمركز بعيد جدا، بدليل ان رحنا باكثر من اربع خمس فرص كان في كل لاعب فيهم، يعني شريف كان لوحده، اعتقد حسين الشحات كان لوحده، في فرصه لاحمد عبد القادر كان لوحده، فالرقابه بعيده شويه. لا برافو عليك، هم عندهم مشكله في التمركز، وعندهم بطء، ما عندهمش مرونه عاليه زي لعيبتنا اللي هم في الخط الامامي، فبالتالي انت كبدايه مباراه انا نازل النادي الاهلي لازم انزل اول 10 دقائق اعمل ضغط عالي عشان احكم المباراه واخلي المباراه تمشي زي ما انا عايز. والله لو انا ضاغط 10 دقائق وراكب الجيم، اللعيبه بتاعتي تستنى، انا كمدرب اقول له خليك، بدل احنا راكبين الجيم كمل 10 دقائق بتدخل نفسك في الجيم. النادي الاهلي ما يبقاش رد فعل يا كابتن اشرف. صحيح. صحيح. لازم يبقى هو اللي بادئ، هو اللي بادئ التسجيل، هو اللي بادئ بالضغط العالي، وخاصة قلنا عندهم مشكلة في خط الظهر، وأنت عندك لعيبة عندها سرعات، محمد شريف عندك. طب أنا عايز أستغل حاجة كابتن كشري، يعني أو أنت وكابتن أشرف موجودين معايا وأنتوا اتنين فراودة يعني تقال. حارس مرمى الرجا حارس مميز جدا. ده حقيقي. وأعتقد كان سبب رئيسي في إنه الرجاء يفلت من مواجهة القاهرة من سكور تقيل، من هزيمة تقيلة جدا. شايف ايه نقطه ضعفه؟ يعني سيبك من فكره عدم التوفيق دي، لانه انا بيتهيألي احنا لو موفقين كنا جبنا على الاقل اربع خمس اجوان في الماتش ده، لكن شايف كل حارس مرمى، وبالتاكيد انتوا فراوده بتعرفوا حارس المرمى اللي انتوا هتلعبوه نقطه ضعفه ايه؟ تسديد من بعيد، الكور الارضيه، الكور العاليه، العرضيات، انت من وجهه نظرك وانت بتشوف الماتش القاهره ايه نقاط ضعف في حارس مرمى الرجاء؟ او رجاء المغربي. حارس مرمى الرجاء، حارس مرمى الرجاء حارس متميز تحت العارضه. يعني الحاجات اللي فيها رد فعل سريع هو كويس فيها تحت العارضه، لكن الحاجات اللي فيها عرضيات او تمركزات هو قليل فيها، بدليل ان هم قبل ما يلعبوا الاهلي بحوالي 3 4 ايام كانوا بيلعبوا ماتش عندهم في الدوري وفي الكاس وكسبوا 3-2 بالعافيه، دخل فيها هدفين، كان هو احد اسباب الاهداف اللي دخلت فيه كان الحارس. هو كان موفق في مباراه القاهره، لكن كحارس حارس جيد وحارس كويس، لكن عنده اخطاء في الكور العرضيه، ما بيطلعش تايم مناسب، تمركزاته مش كويسه، الحاجات اللي هي بيخرج فيها، لكن هو تحت العارضه كويس، رد الفعل بتاعه كويس. صحيح. فبالتالي انت كلاعب كمهاجم لازم تشتغل على حارس المرمى، انك تشتغل عليه الحاجات اللي هي بتجيلك، ودي كان متميز فيها كابتن اشرف، الحاجات اللي هي عرضيات اللي هي وان تاتش، الحاجات دي بتفرق جدا، ان انت تحطها حارس المرمى بتبقى صعبه عليه الحاجات اللي هي أيوة. شويه لكن الحاجات المواجهه للانفراد، الحاجات اللي تحت الخشب بيبقى متميز فيها. أيوة. متميز فيها، وده طبيعي لانه بيلعب في نادي كبير برضه، يعني اكيد طبعا اكيد متفق طبعا معاك شريف جدا. يا ريت التشكيل بتاعنا يبقى متوازن، واعتقد الراجل ان هو هيعمل كده، وانت الكابتن اشرف كان بيتكلم معاك، يعني وجهه نظري لو تسمح لي اقول مثلا يعني هو يكون بيفكر في ايه موسيماني، هو ممكن يفكر ان هو يلعب بثلاثه سنتر في المباراه دي، وده طبيعي. انت بتلعب مباراه عايز تخرج بيها بالنتيجه اللي تناسبك انت، تعادل او تكسب المباراه، فبالتالي انا وجهه نظري ان 4-3-3 للنادي الاهلي هتبقى مناسبه في المباراه دي، خاصه ان انت عندك في الخط، يعني انت في نص لو قلنا تشكيل محمد. طب خلينا سيبك من 4-3 وخلينا في الثلاثه الاخرانيين، لانه الاولانيين دول احنا متفقين عليهم، لكن الثلاثه الاخرانيين دول تلعب بمين يا كابتن كشري؟ في الفراوده؟ انا وجهه نظري احمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد شريف عبير ستاوي.
يا محمد شريف يا بيرسي تاو. يا بيرسي تاو على فكره مميز جدا لما بقى بيلعب فيرود، لما بيلعب فيرود رغم ان هو مش مهاجم بس بيتحرك كويس قوي. محمد شريف عنده بس مشكله واحده اتمنى ان هو ياخد باله منها، ان هو دايما بيقع في الاوفسايد، بيعتمد على سرعاته. اللعيب السريع لازم التايمنج بتاعه يبقى مظبوط مع اللاعب اللي بيطلع الكره من رجليه. صحيح. فانت عايز سرعات، عايز تخطفهم اكيد. هو الراجل برده مستمعنا هيفكر ان محمد شريف عنده سرعات ممكن ان هو عايز يضربهم في الخلف، لان طبعا اكيد هيهاجموا عايزين يكسبوا. ايوه. فلو ففي بقى في مساحات ورا ممكن شريف يشتغل عليها. يعني انا عجبني اداره التوفيق لما بيخش في العمق، كان كويس جدا، بيتحرك كويس، بيسند على الناس كويس، بيوصل للجون. ومحمد شريف طبعا كمهاجم عنده سرعات. صحيح. فهو ممكن يفكر ان شريف يبدا عشان سرعات شريف، وبرده راجل هداف اتمنى ان هو يبقى موفق. لكن الثلاثه دول او الاربعه دول، اي ثلاثه منهم بس هم الاقرب. حسين الشحات لعيب كبير برده، حسين الشحات من اللعيبه اللي بتقف على الكوره يا اشرف. صحيح متفق معاك جدا طبعا. بيعرف يجيب جون، بيعرف يوصلك للجون، وانت محتاج خبرات كبيره جدا في المباراه دي يعني. مختلف عن احمد عبد القادر اللي عنده مهاره بالكوره بالسرعه، فالاثنين مختلفين مع لو حطيت بيرستاو او محمد شريف اعتقد هيبقوا متوازنين. وطبعا قفشه لعيب كبير، لكن المباراه محتاجه الاول من نص ملعبي، والشوط الثاني هيبقى عندي لعيبه كتير كويسه. صحيح. عندي قفشه، عندي حسام حسن ممكن استخدمه في مباراه زي دي، لان انت المباراه دي هتبقى عايز توصل بكواره عرضيه، عايز تعمل برضه تشكل عليهم خطوره، ممكن تستغله في الاخر، تفكر بيه في محمد طاهر او طاهر. محمد عنده مميزات السرعه. تقدر تشتغل معاه الشوط الثاني. فاعتقد ان شاء الله باذن الله يعني مستمعني هيختار التشكيل المناسب ان شاء الله. ان شاء الله نورت الدنيا، وكل سنه وانت طيب. مرة تانية كابتن أحمد كوشك، شكرا جزيلا، بشكرك، طيبين. ناس عندك دايما، كل سنة وانت طيب.